ما هي الرسائل التي نأمل ونتوقع أن تخرج من قمة المليار متابع؟ يمكن أهم الرسائل اللي نحاول نطلع فيها من خلال قمة المليار هو الحوار الإيجابي في منصات التواصل الاجتماعي، القيم الإيجابية في منصات التواصل الاجتماعي. هناك زخم وتفاعل بشكل كبير حول العالم في مجال صناعة المحتوى، ولكن يمكن نحتاج إلى بوصلة، نحتاج إلى آليات وسبل لتجميع الجهود العملاقة من صناع المحتوى تحت سقف واحد لتوحيد الجهود وجعلها أكثر إيجابية إن شاء الله، بحيث يكون هناك استفادة أكبر للشباب، للمجتمعات، للدول والحكومات حول العالم إن شاء الله. إن شاء الله.